انطلاقات هذا المهرجان السنوي الكبير هنا شوطنا الثامن تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه ثامن أشواط هذه الفترة المسائية خصص شوطنا الثامن للحجايق القعدان هنا أيضا من الإنتاج الشخصي في مسيرة هذا اليوم المميز والجميل نتابع معكم هذه المجريات لمسافة 4 كيلومترات ومن يفتتح الصدارة والمركز الأول وهناك أيضا سيارة للفائز بالمركز الأول في هذا الشوط وهنا يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول وريث من ياتي على الصداره عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي من ياتي على الصداره وعلى المركز الاول هملول في المركز الثاني سيف بن فالح بن راشد الشامسي وعلى المركز الثالث المنتصر هنا من ياتي لمصبح بن عامر بن حوير بالمنصوري بينما المركز الرابع ياتي الادهم خليفه بن محمد بن زهره الخيالي على المركز الرابع وفي المركز الخامس شمعيدان النهيان بن حمد بن الاسود العامري والوصول هنا من ريسنج الخزع بن محمد بن القرين العامري من ياتينا سابعا وفي المركز الثامن هو المنطلق حشيم محمد بن راشد بن قحيد المهيري من ينطلق او هنا وصل احمد بن هلال بن احمد بابراهيم بهذا الانطلاق المثير والتحدي والاثاره الوصول كذلك على المركز الثامن والمتسلل هنا والمنطلق هنا مربوش لسيد مطر بن حياب بن مطر بن سعيد بن حاده لقتبي وياتينا هملول عبد الله بن سعيد بن غدير العرياني على المركز التاسع بينما المركز العاشر هو المنطلق هناك هياض هنا لمبارك بن احمد بن دليله العامري في هذا الانطلاق الجميل نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة وريث على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وريث المنطلق على الصدارة عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي من ياتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول بينما المركز الثاني المركز الثاني ريسنج هنا المنطلق الخزع بن محمد بن القرين العامري وعلى المركز الثالث هبلول احمد بن هلال بن احمد وابراهيم المنطلق على المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع والوصول هنوك والتحدي في هذا الأداء الجميل من قبل هملول سيف بن فالح بن راشد الشامسي والعرياني قادم مع هملول عبد الله بن سيف بن غدير العرياني وياتينا مربوش مطر بن حياب بن سعيد بن حاده اللي اجتبي من ياتي بهذا الانطلاق الجميل على المركز السادس هنا بهذه الانطلاقه المركز الثامن وصل محذر خليفه بن سالم بن سعيد بن حلوقه بينما المركز التاسع هناك بهذا الانطلاق الجميل خليفه بن محمد بن زهره الخيالي من ياتينا الوصول كذلك من شاهين اضحي بن مبارك بن اضحي اللي اكتبي من ياتي بهذا الانطلاق المميز والجميل الوصول هنا من شاهين ناصر بن حمد بن محمد بالسم المنصوري من ينطلق على المركز التاسع عاشر مراكزنا والمنطلق والمتحدي هنا هملول فالح بن ناصر بن مصلح الحبابي ولكن اعود الى العرياني مع هملول على المركز بن سيف بن غدير العرياني من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق المميز والجميل هنا والتحدي والإثارة مع الكيلومتر الأخير بهذه الانطلاقات المتميزة الوصول كذلك هنا من الأدهم خليفة بن محمد بن زهرة الخيالي ومن الجانب الآخر يا سلام يا سلام يا سلام شعار عيسى بن سعيد يصل في هذه الانطلاقة مع عناد ياسر بن بخيت بن سعيد الخيالي من يأتي بهذا التحدي والإثارة ومن الجانب الآخر هناك شعار بمفتاح من ينطلق ويتحدى على المركز الثالث هنا يأتي الطاغي عبد الله بن راشد بمفتاح الشامسي وفي المركز الرابع محذر خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة المنطلق وفي المركز الخامس هجام هنا أحمد بن سهيل بن حمد بن دري الفلاحي ولكن هملول هملول على الصدارة هملول على المقدمة على المركز الأول ينطلق بصدارة هذا الشوط ينطلق بالتحدي ينطلق بالإثارة هنا هملول عبد الله بن سيف بن غدير العرياني على الصدارة على المقدمة على المركز الأول سلام سلام زاخر سلام سلام وتحية واحترام لأهالي مدينة العين بهذا الانطلاق الجميل تهانينا تهانينا على هذا الأداء المميز
تهانينا تهانينا لهملوه على فوز هملوه لعبد الله بن سيف بن غدير العرياني، تهانينا ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. ها هي لحظة وصوله بأريحية إلى خط النهاية. المركز الثاني وصل محضر خليفة بن سالم سعيد الحلوقة، المركز الثالث من وصل هنا هجام أحمد بن سالم الدري الفلاحي من وصل على المركز الثالث، وفي المركز الرابع كان من نصيب عناد ياسر بن مخيط بن سعيد الخيالي، وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام من أتانا هناك أيضا بهذه الانطلاقة اللي وصل بأيضا الطاغي عبد الله بن راهب مفتاح الشامسي. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا أيضا بهذا الأداء لهملول بهذه الانطلاقة المتميزة، قاطع المسافة ست دقائق ثانية واحدة أربعة من الأجزاء من الثانية بهذا الانطلاق المميز والجميل. تهانينا والناموس على هذا الأداء للسيد عبد الله بن سيف بن غدير العرياني بهذه الانطلاقة المتميزة. بينما المركز الثاني محذر من أتى على المركز الثاني خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوقة من أتى أيضا بست دقائق ثانيتين أربعة من الأجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان من نصيب هجام أحمد بن سهيل بن حمد بن دريج الفلاحي قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هنا ولحظة الوصول ست دقائق ثانيتين سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا ونعم.